مساء الخير، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. واليوم رجعت لكم فيديو جديد، رح ازين معكم الخضره. اليوم لازميني انا، فحبيت اشارك معكم كم شغله من اللي زينتهم، ان شاء الله يعجبوكم يا رب. وبالايام الجايه بنزلكم كمان فيديوهات جديده عن التزيين. ولا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس. وبحبكم كثير كثير، وبتشكر كل حدا عم بعلق لي تعليقات حلوه، وبحبكم كثير. وهلا رح نبلش. هلا اول شيء رح ناخد خيارة، هلا أول شي هاي الخيارة رح نقطع راسها هيك بالسكينة، وهاي ممتازة ممتازة كتير كويسة، هاي من اليوز بير بسوق حلب بالشارشي، بكتير محلات باليوز بير على طول بنزلوها، سعرها 4 ليرات بس، بسوق حلب والله 10 ليرات او 7.5 حسب، يعني كل مين بيعها بسعر من هون قشارة ومن هون مثل البراي، بس ممتازة. انتو سألتوني انا بايه زينت، وهي الزينة فيها كتير هوينة، شوفوا شلون بس هيك بتطلع وردة كتير حلوة. هي موجود منها باليوز بير على طول بنزلوا في عروض لقلها باليوز بير، اذا بتحبوا بس نزل اليوز بير عرض لقلها بقلكن. انا ما بنمد هذا ايده، بس لهيك هيك بيطلع معنا هذا. هلا بنشيل هدول، ميسم ما بقى يقاوم، يمي عجبته، قاعد جنبي ميسم قل له مرحبا كيفكم؟ مرحبا بيشتغل، قل له ان شاء الله تكونوا منيحين، صنفهم تكونوا منيحين، انا بحبكم كتير، ابعت هدية. شوفوا هاي هيك شكل الوردة، كتير بتطلع حلوة وشكلها حلو وكتير هوينة، وما بدها شي، يعني لا بدها شغل ولا بدها معلمية ولا بدها شي ابدا ابدا. هلا رح نحطها على الزيق، وهي رح اسوي وحدة تانية معكم. هلا انا الخيارات اللي عندي هدول حجم صغير، هلا هنن ما بده يكونوا كبير، يعني حجمهم كبير بس ما بيأثر، اذا كانوا رفاع وطوال ما بيأثر، كل ما كانت طويلة كل ما كان احسن، يعني بتطلع الوردة منها اكتر. بس ماما ما خلني هذا موتون، هاي هيك، هاي تاني وحدة، هاي شكلها هيك. ما بدها شي لحالها بتلف يعني. وهلا في عنا هاي البندورة، عفوا الفليفلة، شكلها فرنجية يعني، هاي هيك. هلا رح اجيب السكينة، صار انه ما عم استحكم شوي اصور، المجال ضيق صاير. هاي هيك بنفضي قلبها بهالشكل هيك، بنحطها على الزيت. هلا بنجيب جزرة بنقطع، هاي 4 دوائر للجزرة. وهلا بنجيب العودان الخشبية، ميزان حطيت اياه بدي احط معك، اي امي اسمع شوي. وهلا هلا
هيك بهالشكل. هلا بنرجع الثانية بهالشكل هيك. هلا هيك ثبتناها. هلا رح نكمل كمان. نحطها بالنص هيك من جد كافية، بس دخلت هيك شوي. هلا هيك صار عنا شكل سيارة أو قطار أو هيك شي، يعني إنه على هالشكل هيك بتصير. هلا طبعا رح أحطه في قلبها ما بس هيك. فيكي تحطي فيهم خيار مخلل، فيكي تحطي فيهم اي نوع خضرة انت بتحبيه، يعني نعناع بتحطي فيهم. هلا انا بس انه اعطيتك الفكرة وانت هلا هيك رح نحط نعناع من الطرف الثاني. هيك بصير شكلها. فيكي تحطي فيها مثل ما قلت لك مخلل، نعناع، اللي بتحبي يعني بدل الخيار مخلل. هيك انه بس الفكره، انه انا اعطيتك هيك الفكره وانت بتحبي مش بتحبي تحطي فيها. وهلا رح نرجع نعمل وحده ثانيه. هاي هيك عنا الفلافلة رح نقصها بهالشكل هيك. بهالشكل. وفينا نجيب خيارة. نقص دوائر منها. هاي 4 دوائر من الخيارة. كمان نفس الطريقة. نجيب عودان خشبية ونحطهم. هلا اذا كانت الفلفل ملونة حمراء صفراء، بس والله انا هذا اللي كنت اللي لقيته، يعني ما لقيت الوان فجبت انه بس هذا اللون اصفر. لو في حمراء بتطلع حلوة، صفراء بتجي هي ملونة، خضراء، يعني الالوان اللي بتلاقيها جيبيها منها كتير حلوة للزينة. حلوة هاي بتبقى الفلفل كتير، يعني ما لحد ابدا فيهم ياكلوها الاولاد وبيفرحوا على شكلها. يعني هالشكل هيك. هلا كمان رح نحط في قلبها شيء. حطينا فيها ورق نعناع بالشكل هيك. هاد هيك شكلهم بصير معنا.
أو كمان فيكي بالقشارة بتطلعي دوائر كتير رقاق. هدولك رح احطهم بالنص وهلا بنكمل السكينة. هدول بصيروا من برا طبعا. هلا اذا كانت الفجلة طرية بالبراد احسن ما تكون تازاي، اذا كانت تازاي جيدية يعني بنفس الوقت بصير صعب عليكي انه تشتغلي فيها. وقت اللي بتكون بالبراد بيتة يعني من قبل بنهار نهارين افضل يعني، لسه للزينة بتبقى بتساعدك اكتر. شوفي ما بتطقطق بتبقى لينة، بس وقت اللي بتكون تازاي بتطقطق معك. وهلا هيك بنعمل هيك بهالشكل. هدول الرقاق اللي شلتهم بالقشارة اول شيء. وهلا بنزلها وهي عود تاني حطيناه بالعكس. مش قد ما بدك فيكي تكبريها يعني الوردة، وش قد ما بدك بتصغريها. هلا في عنا هذا البصل، البصل الأخضر مغسول ومنظف، بحطه بهالشكل هيك. هلا رح احطه هون شوي. هي جزرة رح اخذ من الجزرة هيك. وبما انه الجزرة اللي عندي رح اخذ خيارة هاي كمان، بجيبهم هيك لفهم بجزرة او بخيارة. بس بصراحة انا ما عندي يعني جزرة زيادة انه كبار كلهم صغار، فمشان هيك رح اثبتها بخيارة. نثبت هيك الاثنين ونثبتهم هيك بهالشكل. هيك حبسناها. هلا بجيب الجزرة اللي قطعناها بحطها هيك. وهي الثانية انه على شكل وردة يعني،
وفينا نقص راس وردة فليفلة، يعني من الفليفلة راس الفليفلة، وتثبتيه هيك في قلبها. بدو قص شوي من قص هذا، هيك بهالشكل صار عنا البصل. وفيكي كمان بنفس الوقت بتفتحيه من هون هيك بالسكينة، وبعطيهم هيك شوية تنزيلة. وهلا نفسها هي الفليفلة اللي عنا، بقطع راسها هيك. هاي الفليفلة اللي قلت لكم الفرنجية بتبقى هاي حلوة، وكبار هي كتير حلوة للزينة. بقصها بهالشكل هيك، هلا بنجيب الفليفلة اللي قسمناها بنحطها بهالشكل وبنلفها شكل الدويرة. فينا بعودان الجزر اللي قشرناهم هلا من الجزر وهو معنا، نحطهم هيك عروج بهالشكل. نحط كم ورقة معنا، هلا رح اشيل هاي الفجلة ورح اكمل الصحن فيه الوردة لانه ما رح يوسعوا. هاي الفجلة اللي سويناها وهي النعناع تحتها، هلا بسويها بهذا الصحن هيك. كمان اذا في عنا بصلة بنقطع من البصلة بنابي يعني، وبنحطهم على شكل عروقة كمان يصيروا. وهدول الفليفلة اللي قطعناها من فوق، وهي فليفلة حمراء كمان، وهي فليفلة الخضراء اللي تحت اللي زات، نحطها هيك بهالشكل. صراحة يعني أنا ماني مجهزة من قبل إنه رح أسويهم هيك، لا أبداً. إنه يعني هلأ هيك مثلاً عبزين، هلأ أنا عاملة محشي وعبزين مشان بدي أحطهم بالصينية، وحبيت أشاركهم معكم يعني صورت لكم طريقة المحشي. هو محشي على الطريقة التركية، محشي بخضرة هيك، يعني إنه فينا نحطهم بهالشكل. هاي بس فليفلة، وبنحط لهم ورق نعناع.
هلا بنجيب الفلفلة اللي قسمناها بنحطها بهالشكل وبنلفها شكل الدويرة. فينا بعودان الجزر اللي قشرناهم هلا من الجزر وصاروا معنا، نحطهم هيك عروش بهالشكل، نحط كم ورقة هنا هلا رح اشيل هاي الفجلة ورح اكمل الصحن فيه الوردة لانه ما رح يوسعه. هاي الفجلة اللي سويناها وهي النعناع تحت هلا بسويها بهذا الصحن هيك. كمان اذا في عنا بصلة بنقطع من البصلة بنابي يعني وبنحطهم على شكل عروقة كمان بصيروا. وهدول الفلفلة اللي قطعناها من فوق وهي فلفلة حمراء كمان وهي فلفلة الخضراء اللي تحت اللي زاد نحطها هيك بهالشكل. صراحة يعني أنا ماني مجهزة من قبل إنه رح أسويهم هيك، لا أبدا، إنه يعني هلأ هيك مثلا عم بزين، هلأ أنا عاملة محشي وعم بزين مشان بدي أحطهم بالصينية، وحبيت أشاركهم معكم يعني صورت لكم طريقة المحشي. هو محشي على الطريقة التركية، محشي بخضرة هيك، يعني إنه فينا نحطهم بهالشكل. هاي بس فليفلة وبنحط لهم ورق نعناع. هيك هاي بعد ما خلصوا صحوننا هاي شكلهم النهائي. وهذا غيرت شكله عملته هيك نفس الزينة بس انه غيرت الشكل، ما حبيت هذاك عملته هيك بهالشكل. وهي هون الفليفلة كمان سويت هاد نفس الطريقة، هاي عملتها هيك حززتها حطيت بقلبها فليفلة. وهي من فوق طلعت هيك سويتها بهالشكل. وهي البصل كمان هيك حطيته بهالشكل هذا. وهي الفليفلة اللي ورجيتكم اياها على شكل القطار. هيك هدول هلا الاشكال حاليا يعني اللي زينتهم بصراحه اللي هيك خطروا لي، يعني ما شرط انه مرتي الجاي انه اسوي نفسه لا. وهلا في عندي صور انا عامله متبل، يعني كنا معزومين عند بيت خالي وسويتهم يعني للمتبل زينته. في بيجي اكثر من صوره رح انزل لكم اياهم فيهم صور فيكم تتفرجوا عليهم كمان. ان شاء الله الف صحه وهنا على قلب الجميع. وهي هيك الصحون اللي قلت لكم زينتهم، هي بيت بنت حماي برمضان.
كنت مصورة والله أكتر من فيديو برمضان، بس والله ما صار عندي وقت، ما في عندي مجال، ما نزلتهم، مشان هيك ما نزلت لكم ياهم يعني برمضان، وما نزلتهم بعد رمضان يعني، لأنه أنا كنت مصورتهم برمضان. بس هلأ بما أنه يعني عب نزل الزينة، فحبيت أنه نزلكم هدول شي تاخدوا أفكار، أنه اللي بحب ياخد أفكار يعني أنه لطريقة الزينة أو شي. هلأ طبعا أنه أنا ما بعرف أنه أزين هيك مثل عادي، أنه هيك اللي بيطلع معي يعني، هدول هيك اللي بيطلعوا معي، أنه هاي الأشكال أنه بتخطر لي أنه بنفس اللحظة يعني، ما أنه بكون مخططة أنه رح أسويهم هيك، لا خلص أنا عب زين يعني أنه بيطلع معي هذا الموديل بسوي يعني هيك. حبيت افيدكم في يوم بركي بتاخذوا منهم افكار او شيء، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله. وحب انه انتم تقولوا لي عن الفيديوهات الجديده اللي رح اصورها، يعني بصراحه صار لي فتره موقفه ما عم بنزل شيء، لانيته يعني انه ما بعرف انه شو اصور، فلوكات اكل هيك، اللي بتحبوه طلبوه مني وان شاء الله انا بصوره يعني. انتم كتبوا لي تحت بالكومنتات الفيديو الجاي شو اللي بدكم اياه، وانا ان شاء الله بصور لكم اياه. واي سؤال تكرموا كمان كتبوا لي بالكومنتات تحت بجاوبكم. بحبكم كتير كتير، ولا تنسوا الاشتراك.